معاكم سموي. طبعا اللي ما يعرفنيش انا سيرتيفايد فيتنس ترينر بقالي اكتر من 13 سنة في المجال. انا قررت هتكلم للبنات كتير. بنات عايزين انفورميشن زي الولاد بالظبط، والولاد اللي عندي والرجالة اللي عندي عايزين يساعدوا مراتاتهم اخواتهم البنات امهاتهم. انا والدتي عندها شوية قلبها تعبان شوية، فبرضو بدأت أنزلها كارديو وأعمل، فهحكي لكم برضو السيتويشن ده. فطبعا موضوع البنات ده ريليتد للرجالة زي البنات بالظبط، لأن أنت كراجل هتبقى عايز تفيد أهل بيتك صحيا. طيب هنتكلم عن إيه في سلسلة البنات دي. هاخدك واحدة واحدة step by step. هعمل، بصوا يا جماعة دي نقطة مهمة لكل بنات وولاد، في بلاي ليست فوق، حلو، خش على البلاي ليست هتلاقي اللي أنت عايزاه بسهولة لأنه فيديوز كتير. فهعمل بلاي ليست جيرلز بنات وومن واتيفر، هشوف هسميها ايه، هتبقى للبنات. فانت هتقومي داخله سموي بلاي ليست جيرلز بنات فيميلز، هتلاقي كل حاجه عن البنات هناك ان شاء الله. والولاد نفس الكلام، لو انت عايز حاجه معينه بوزنج انترفيو دايت نيوتريشن تخش البلاي ليست هناك. هنتكلم في ايه في توبكس البنات. اولا ان شاء الله يعني شغال على حاجه جامده جدا هتعجبكم جدا، هيبقى في فيديوز تمارين بنات للبنات. يعني انا هجيب مدربة بنت هتاخدك من ليفل 1 اللي هو بقول لك انا مش هروح جيم وانا مشغولة ومش هعمل دايت، انا عايزة يدوب اعمل شوية رياضة في البيت. عيني ستيب 1 شوية رياضة في البيت تعمليها، مش محتاجة اي حاجة. يعني هديكوا تمارين محتاج متر في متر في البيت فاضي هتعملي فيه التمارين دي، هنخلصها كمان اسبوع تمام هنخش ليفل اعلى شويه. نفس الكلام بس تمارين اصعب سنه، خلصنا الليفل اللي بعديه هنجيب مثلا الروبر باندز الاستيك باند وات ايفر ات از، هنجيب دمبلين صغيرين جدا ونبدا نشتغل بيهم لمده شهر مثلا تمارين، وبعد كده لو الدنيا تطورت ممكن نبدأ ونروح الجيم ووريكم ممكن نلعب ايه في الجيم. طيب الأسئلة المتكررة، انا لو روحت الجيم هعمل عضلات؟ لا لا لا، الجيم مش للعضلات يا جماعة، الجيم مش لبادي بيلدينج. انا عندي كلاينت سبيحة، عندي كلاينت بوكسر، عندي باسكت بول، عندي باليه، يعني في كل الرياضات اللي في العالم بتنتهي فين؟ في الجيم. اقول لك حاجه، ممكن والدتي تروح الجيم، ليه؟ عندها اصابه في الركبه ومحتاجه تقويه، بنروح الجيم. يا جماعه شيلوا فكره ان الجيم ده البادي بيلدينج، الغي الفكره دي خالص تماما. الجيم ده بس موفر لي مكان واجهزه عشان اتارجت عضلات معينه في جسمي تريحني. بمعنى دلوقتي احنا هنشتغل على كذا حاجه، التمارين وهيبقى في سلسله دايت. هبدأ معاكي من الصفر، بمعنى هبدأ معاكي مش هقولك تاكلي حاجة، ممكن بس بعد إذنك هناكل نص كمية السكر اللي بناكلها في اليوم. إيه ده إزاي؟ يعني الشاي بدل ما هو معلقتين هيبقى معلقة. تعالي على نفسك شوية، حلو. بعد فترة شوية بقولك إيه، هنبدأ نستعمل سكر دايت. طيب زي الفل. هنبدأ نشيل الرغيف العيش نحط توست بني. هاخدك ستيب باي ستيب. وعد مني اللي هيتابع قناة البنات، يعني هو انا لسه مش متأكد هفتح قناة تانية للبنات على حسب نجاح الفيديوز هنا، ولا يا اما هعمل لكم بلاي ليست دي للبنات بس. ويا اولاد ما تقلقوش، مش هيأثر عليا في شغلي معاكم. انا ان شاء الله هتفرغ لليوتيوب الفترة الجاية، زي ما انتم شايفين وصلنا ل 100,000، خدنا درع من اليوتيوب، يبقى ده معناه انه احنا نجحنا، احنا كلنا مع بعض نجحنا. فالفضل يعود ليكو قبلي الحمد لله، وشكرا ليكو تماما 100%. طيب هنعمل ايه تمارين؟ قلنا هنبدا من الصفر لحد ما نوصل الجيم، لحد ما ابدا مثلا بص، طب انا الفات نزل تمام وخسيت بس عندي هنا جلد زياده مثلا، او عندي مش عارف الفخده جلد زياده. طيب ازاي اتارجت الحته دي؟ ابدا اركز على الحته دي، على مثلا الحته دي، على الحته دي، اي حته هاخدكو ستيب باي ستيب. طب الدايت خلاص، شلنا شوية سكر، دخلنا شوية سكر دايت، شلنا شوية عيش، حطينا عيش بني، عملنا ايه؟ طب افطر ايه بقى؟ افطر ايه؟ كذا. حلو؟ لا، هاخدك ليفل اعلى من كده كمان، وهصور لكم وانا بطبخ اكل طعمه خطير دايت 100%. ان شاء الله انا مركز في القناة دي
ومعايا تيم قوي ان شاء الله. مش لازم اعمل لكم ايديت رهيب ويطلع حاجات لا، الكونتنت، الكونتنت الانفورميشن اللي بقولها يا جماعه والطريقه اللي بوصل بيها المعلومه، انا يعني عايز اقول لكم ان اخذت دروس مع ناس متخصصه في المجال ده، يعني الموضوع مش سهل. فانا الحمد لله حطيت فيه افورت ومجهود، والحمد لله تعبي جاب نتيجه. فانا مش هبخل عليكم باي حاجه، هنعمل تمارين، هنعمل دايت، ايه كمان الاصابات بقى، هنبدا نخش في اصابات. طب انا ركبي بتوجعني، طب 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 طب، خلصنا ده كله. طب انا حامل، امنع الرياضه في الشهور، انهي شهور امنع الرياضه واتمرن في انهي شهور اتمرن؟ ايوه طبعا يا جماعه، الرياضه والتمارين والمشي في اخر شهور الحمل بتساعد على الولاده الطبيعيه، صدقوني. في حد في عيلتي كان بيمشي مش عارف كام كيلو اخر شهرين من الولاده، ولدت قيصري برضو ما عرفتش تولد طبيعي يعني. فالحاجات دي بتاعت ربنا، بس طبعا ساينتفكلي علميا المشي بيساعد على الولاده الطبيعيه. انا بحب اهزر كتير، ويعني هتتعود واحده واحده، كله هيجي واحده واحده. البيريد، طب انا بتنفخ ومودي وحش وببقى تعبانه ومتالمه في البيريد، الدوره اسمها بالعربي، طيب ايه الحل؟ نتمرن بجد؟ يا هوريكوا اثبات علمي، تاكل ايه، تشرب ايه، تتمرن ايه ايام البيريد عشان يخفف الالم والانتفاخ الميه، احتباس الميه والمود ده. انا هدخلكوا في تمارين ايه واكل ايه يحسن المود، عشان انتوا هرمونات متحركه ومودكم اب اند داون في ثواني. فان شاء الله هنعالج الموضوع ده، هيساعدكوا انتوا في حياتكم الشخصيه مع اولادكم، مع بارتنرز بتاعتكم، جوزك او whatever. فان شاء الله انا مع بعض، وانا عايز اسمع منكم كومنتس اهو. انا قلت لكم انا هقدم ايه، والله في حاجات كتير لسه، بس انا لسه مش محضره 100%، بس الكلام ده قريب جدا يعني، في مفاجاه قريبه جدا هقولها لكم يعني. هنصور في حته مع ناس وكده، هتبسطوا جدا. فدلوقتي دي الحلقه الانترودكشن، انا عايز بقى كومنتس من البنات، عايزين ايه، عايزين ايه، هسمع منكم عايزين ايه، وابدا احضر ونبدا نصور على طول من نيكست ويك ان شاء الله. يعني ماكسيمم يعني مش هقول يعني، بس قريب جدا ان شاء الله، وعد مني هنبدا في موضوع البنات على طول، بس انا مستني مفاجاه هنبدا بيها. فاتمنى تكتبوا في الكومنتس انتوا محتاجين ايه، وانا هساعدكم مجانا يعني. انتوا اكتبوا عايزين ايه، وانا عليا احضر واديكم معلومات، وصدقوني هتستفيدوا جدا ان شاء الله. كان معاكم سام سموي، شكرا جزيلا ليكم.